In de naam van de Vader, en de Zoon, de Heilige Geest, de Ene God, amen. In de grootste belijdenis is dat, dat wij verwachten de opstanding van de doden in de koninkrijk, amen. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en doden. أجمل حاجة في حياة الإنسان هو النجاح، ويوم النجاح ده بيبقى يوم فرح، لأن بيشعر الإنسان أن كل مجهوده في سنين طويلة تكلل بالنجاح. والنهاردة احنا فرحنا وباركنا لأولادنا اللي نجحوا في نهاية دراستهم الثانوية، وبعضهم هيتجه للجامعة، وبعضهم هيتجه للمعاهد العليا، وبعضهم هيكمل دراسته. وهنا في كنيسة القديسة فيرينا في مدينة بوسوم احتفلنا بتخريج دفعة من أولادنا في مناسبة نجاحهم وانتقالهم لدراسات عليا. ومن أجمل اللفتات النهاردة برضو نشاركنا سيادة العمدة بتاع المدينة، حضر معانا وفرحان مبتهج، وجاب معاه هدايا لأولادنا الناجحين. كرمناهم وخرجناهم وفرحنا بيهم هم والعائلات بتاعتهم. وجميل ان الكنيسة بتشارك الناس في حياتها وبتشجعهم، ودايما ولاد الكنيسة ناجحين، ودايما ولاد الكنيسة في تقدم ونمو ونجاح. وكل اولادنا نشكر الله هنا في الغربة او الهجرة اللي احنا فيها، اولادنا ناجحين بيشاركوا في المجتمع بقوة وبحماس وبنشاط وإيجابية، وبيذاكروا ويدرسوا حاجات عليا يعني، ودايما يحصلوا على أحسن الدرجات ويتفوقوا. ونشكر ربنا على هذه النعمة والبركة، وإلى مزيد من النجاح والتفوق دايما إن شاء الله. Eigenlijk een van de grootste feesten in je leven is het afstuderen. Is het klaar zijn met de middelbare school. Is het naar een universiteit gaan, middelbaar onderwijs gaan, hbo gaan. Dat zijn momenten in het leven. En dat zetten jullie dan goed neer. Nou, certificaat van de bisschop. Dan nog een pep talkje van mij erbij. En nou, dan hoop ik dat ze het doorzetten in de verdere studies. En als ik dat zo zie, hoe serieus ze zijn, dan gaat dat zeker lukken. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. النهارده كان يوم مبهج جدا، يوم مفرح جدا. تراس القداس نيافه الانبا ارساني اسقفنا المحبوب،
وبعد القداس كرم ولاده طبعا بمشاركة محافظ المدينة اللي احنا منها مدينة بوسم. جي كمان فرحنا وزود فرحتنا مع سيدنا الأنبا أرساني، كرموا الأولاد الثانوية العامة اللي هم داخلين الجامعات والكليات، وكانت فرحة كبيرة عامة على الكنيسة كلها. الأولاد فرحانين، الشعب كله فرحان، وربنا يديم حبرية سيدنا علينا ويديم كنيسته علينا يا رب كده، ويفرحنا بأولادنا دايما في كل وقت. طبعا شعور جميل جدا طبعا لما الاقي ابني تخرج، والنهارده كمان عملوا له حاجه حلوه خالص ببركه سيدنا لما جه، وابونا والبرخمستر عملوا لهم النهارده حاجه جميله قوي. انا فعلا كنت مبسوطه قوي قوي يعني. احنا النهارده مبسوطين عشان النهارده الامرسين جه معانا وقعد معانا، وكل العيال قاعدين مع بعض، القعده حلوه، هي اليوم حلوه كلنا. فخورين جدا بنجاحها، ويا ريت كل الشباب دايما يكون ناجح، واحنا فرحانين خالص النجاح الشباب في الكنيسة يبقى نجاح معنوي ديني، وفي نفس الوقت نجاح عادي. وإن شاء الله دايما كل شبابنا وبناتنا دايما فرحانين، وإن شاء الله إحنا دايما فخورين بيهم. سيدنا كان النهاردة معانا، كله مبسوطين، وأنا مبسوطة عشان أنا نجحت وهروح يونيو أكاونت مانجر، وبعدين هروح الـ MBO.